برحب بيك يا هشام، وبرحب بكل السادة المشاهدين. بحييك من هنا من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 49، واللي بتحمل شعار القوى الناعمة كيف. ويعني لو اتكلمنا عن سواء الشعار او شخصيه هذه الدوره او ضيف الشرف، هنلاقي يعني في تكامل غريب ما بين الثلاثه، لان زي ما قلنا ان الشعار بيطرح تساؤل حول القوى الناعمه، اما عن شخصيه هذه الدوره فهو الأديب الروائي والشاعر عبد الرحمن الشرقاوي، اللي أثرى الحياة المصرية والعربية بعدد كبير من الأعمال، وتخطت حدود البلاد، تخطت حدود مصر ووصلت لعدد من البلدان، ويعد هو من أحد الرواد في مدرسة التجديد الشاعر العربي طبعا. وده بيؤكد مضمون فكرة القوى الناعمة. وطبعا الكاتب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي هو كان ليه عدد من الأعمال اللي تحدث عن مجتمعات أخرى غير مصر، وكانت ليه رواية شهيرة جدا كانت هي النواة لفيلم شهير جدا للمخرج الكبير يوسف شاهين، هو جميلة بوحريد، واللي اتكلم عن الثورة الجزائرية. وطبعا لو قلنا بقى مين هو ضيف شرف المهرجان، هتبقى دولة الجزائر. فكده الصورة بتكتمل ما بين الثلاث أضلاع، سواء الشعار أو ضيف الشرف أو شخصية هذا العام. المهرجان أو المعرض النهاردة بيضم حوالي 1194 جناح، أما بالنسبة لسور الأزبكية بيضم 117 كشك. طبعا ده بيلجأ له وبيقصده عدد كبير من رواد المعرض، بيشترك فيه 27 دولة، منهم طبعا 17 دولة عربية و10 دول أجنبية. بيضم أيضا 849 ناشر، منهم 367 ناشر عربي و10 ناشرين أجانب. وطبعا بيبقى فيه عدد من الإصدارات الجديدة اللي قامت بها الهيئة المصرية العامة للكتاب، 100 إصدار جديد أطلقوه خلال فعاليات المعرض. وطبعا مكتبة الأسرة قامت بإطلاق 60 كتاب جديد، وطبعا تم مضاعفة إصدارات الكتب الخاصة بالأطفال، وكذلك أيضا في عدد من الإصدارات الكبيرة جدا الخاصة بسلاسل قصور الثقافة. مش عايزين نبعد شوية أو نبعد عن الموضوع اللي احنا نتكلم عنه دلوقتي، وهو دولة الجزائر. طبعا احنا دلوقتي داخل جناح دولة الجزائر بالقاعة الرئيسية، وعايزين نتكلم ونتعرف أكتر. ضيف الشرف محضر إيه في هذه الدورة من دورات معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ ويعني بيسعدنا إن هو بينضم لنا الأستاذ جمال فغالي، مدير الكتاب والمطالعة العمومية بوزارة الثقافة الجزائرية. بنرحب بيك في البداية يا فندم على شاشة ام بي سي مصر، وعايز أعرف من حضرتك في البداية يعني إيه اللي بيميز مشاركة دولة الجزائر السنة دي، وخصوصا هي ضيف شرف هذه الدورة؟ أولا نعتز اعتزازا كبيرا بأن بلد الجزائر هو ضيف شرف لهذه الطبعة الجديدة 49 من المعرض الدولي للكتاب بالقاهرة. الجزائر حضرت بفسيفساء من الإبداعات والكتب المتنوعة، 4000 كتاب هنا من خلال 70 دار نشر، وهذا يؤكد هذه العلاقة الثقافية المتينة التي تجمع بين مصر والجزائر. وأنتم تعرفون أن مصر كانت هي ضيفة شرف لمعرض الكتاب الدولي بالجزائر العاصمة، وهذا يؤكد أيضا هذه المتانة. جئناكم بفسيفساء، هذا الجناح يحمل ذاكرة هذه الأمة من خلال العمران والإنسان والكتابات الإبداعية، سواء تعلق الأمر بالقصة أو الرواية. وأنا أمتعني أن يكون شخصية عبد الرحمن الشرقاوي كاتبا ومبدعا ومؤلفا أضاء بكتاباته الإنسانية روح الإنسان ذاته، وأعجبني أيضا أن يكون الشعار هو القوة الناعمة كيف. هذه القوة الناعمة هي الثقافة، ولا شيء سوى الثقافة. نريد أن تكون الثقافة هي القوة الحقيقية التي من خلالها يمكن أن يكون الإنسان إنسانا. الكتابة، الإبداع، التاريخ، العمران، الحضارة هي القوة الناعمة التي من خلالها يمكن أن نستعيد هويتنا. جئناكم وجئت سعيدا فرحا مثل غيري من الوفد الجزائري، لنؤكد أننا على خطى أجدادنا الأولين، أولئك الذين بنوا المسجد العتيق في القاهرة، قاهرة المعز الفاطمي الذي جاءكم من الجزائر، وأنا سعيد بكل ذلك. يعني لو اتكلمنا عن المعرض وهذا التلاقي الكبير جدا لعدد من الدول العربية والأجنبية، وطبعا بيبقى فيه كده زي بوتقة بينصهر فيها جميع الثقافات، عايز أعرف من حضرتك دلوقتي يعني الفعاليات الفنية أو الفعاليات اللي بتقدمها دولة الجزائر خلال هذه الدورة، يعني اطلعنا عنها أكثر. هناك برنامج مرافق، برنامج ثقافي ثري وخصب، فيه محاضرات حول الكتاب وما قامت به وزارة الثقافة من خلال السنوات المتعددة
في إنشائها لمديرية الكتاب والمطالعة العمومية، وأنها أصدرت في تظاهرات متعددة آلاف المؤلف من الكتب في شتى المجالات، بالإضافة إلى أن هناك محاضرات في الإبداع الجزائري المعاصر والقديم، أيضا هناك محاضرات عن تاريخ، وسنكون أيضا مع شخصية مصرية سنتناولها بالحديث تتعلق بالأستاذ طوغان رحمة الله عليه، والذي صور الثوار الجزائريين وهو يعيش بين ظهرانين في وهران. هناك أيضا كثير من الأمسيات الأدبية والشعرية لإقامات في الشعر وفي الأدب وفي الرواية، وعلى رأس هؤلاء هناك الأستاذ سيني، هناك الأستاذة الروائية الشاعرة ربيعة، هناك أيضا كثير من الشعراء الجزائريين الذين سيكونون معنا طيلة هذا المعرض، الذي من خلاله ستتلاقى هذه الأحاسيس والمشاعر من خلال هؤلاء، لنقدم الصورة الحقيقية الثقافية للجزائر المعاصرة والحديثة. وأنتم تعرفون أيضا أن فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كان قد أكرم إكراما يليق بمقام محمد فوزي، فنانا كبيرا وعظيما الذي لحن النشيد الوطني في لقائه بمجد هذه الأمة الجزائرية مع مفدي زكريا شاعر قسما. وهنا تتكشف هذه الأمور التي تجعل من وجودنا هنا وجودا ثقافيا إنسانيا حضاريا يتلاقى مع ما تصغر به مصر من خلال ما رأيناه ونراه الآن في علاقتنا مع الإنسان وجها لوجه. شكرا جزيلا للأستاذ جمال فغالي مدير الكتاب والمطالعة العمومية بوزارة الثقافة الجزائرية. وعايز أزيد على أو أكمل على كلام الأستاذ جمال إن هيبقى في ندوة النهاردة الساعة 5 في القاعة الرئيسية بحضور وزير الثقافة الجزائري عز الدين مهيوبي ودكتورة إناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية. ده كان لقائنا مع أستاذ جمال، وطبعا هنكون موجودين دايما في رسالة يومية من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب لمعرفة أكثر عن فعالياته يوم بيوم. بشكركم مشاهدينا على حسن متابعة، وبشكرك يا هشام وبرجع لك مرة تانية. ألف شكر ليك زميلنا علي عامر، كنت معانا من معرض القاهرة الدولي للكتاب.